القصه بقى بتاعت الوداد وفريق جالاكسي البوتسواني وموضوع الساحل الاسود وموضوع الصحفي اللي اتخانق والمدرب اللي مشي ده، نفهم اكتر ايه اللي بيحصل مع زميلنا العزيز حمزه الشتاوي صحفي مغربي. يا استاذ حمزه مشرف ومنور. مساء النور زميلي العزيز كريم، ومساء النور على جميع يعني اشقائنا الاعزاء في مصر. سعيد بالتواصل معكم والتواجد معك مره اخرى. اشكرك يا فندم. نحب نفهم ايه اللي حصل في مباراه الوداد وفريق جالاكسي البوتسواني، وما نشر عن وجود سحر اسود وعصبيه المدرب في المؤتمر الصحفي لما اتسال، والموضوع اللي كان فيه رش في الملعب. يعني ايه اللي حصل في التفاصيل والكواليس في هذه المواجهه؟ اول شيء عزيزي كريم، انا ساحاول يعني ان اضعك في صلب الموضوع بكل مهنيه وبكل موضوعيه. أرجوك. فيما حصل وكذلك كيف يعني تداول الاعلام المغربي هذا الموضوع. اولا احيانا يعني انا لا اعرف الصحفي شخصيا الذي طرح هذا السؤال، ولكن يعتبر يعني مهنيا لانه السؤال خارج عن النص. نعلم على ان المؤتمر الصحفي يحتاج فقط الى اسئله ربما فنيه واسئله متعلقه بالمباراه واسئله خلينا نقول منطقيه في ظل التطور الكروي الكبير. لا سحر ولا هم يحزنون في مثل هذا هكذا امور. فريق الوداد انهزم امام فريق مغمور، اي نعم. فريق الوداد يعني لم يستطع ان يسجل على الفريق البوتسواني، نعم، ولكن هذا ليس جديد على كره القدم. شاهدنا على انه مجموعه من الانديه الكبيره ياما يعني انهزمت امام انديه متواضعه. نتذكر المباراه الشهيره بين الفريق المغمور كورونا الاسباني الممارس في دوري الدرجه الثالثه انذاك، لما اخرج ريال مدريد، وما ادراك ما ريال مدريد انذاك، في كاكا وايغوايين وفانتيكاس ملك اسبانيا. فبذلك هزيمه الوداد تبقى منطقيه. بعد المباراة هزيمة يعني في الميدان، لا سحر ولا أي كلام. بعد المباراة كلام محترم. اليوم يعني نحن تفضل كريم. تفضل، بقول لك كلام محترم جدا، تفضل استكمل. أكيد بعد المباراة يعني نعلم على أنه مواقع التواصل الاجتماعي صارت يعني أي خبر أو أي شيء يعني ينتشر فيها كما تنتشر يعني النار في الهشيم. فلما جاء ذلك السؤال الذي لا يمكن أن يخطئ ذلك الصحفي، لأننا كلنا بشر، يعني أي واحد بإمكانه أن يخطئ، ربما أن يطرح سؤال في غير محله، أو ربما هو له فكر وله معتقدات، لكن لا يمكن أن نقول على أنه هذا يمثل الطريقة التي فكر بها الجمهور. الجمهور يعني الجمهور الوداد الرياضي بعد نهاية المباراة الهتافات كانت على اللاعبين، يعني يعاتبون اللاعبين ويطالبونهم بأن يكونوا أفضل في قادم المباراة. هنا يعني انتهت القصة. حتى الصحافة المغربية، وصدقني وأنا يعني جزء من الإعلام الرياضي المغربي، لم يكن هناك أي تطرق رسمي، أتحدث عن الجرائد الرسمية المعروفة في المغرب، لم يكن أي تطرق لهذا الموضوع، وإنما بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه أحيانا كريم وأنت يعني السيد العارفين، تجد صفحة مثلا مليونية قد يديرها الطفل عنده 17 سنة أو مراهق عنده 18 سنة. فهذا لا يمثل يعني هذا الإعلام المغربي أو المصري أو التونسي. فهذا كل ما في الأمر. هل يعني هناك سحر؟ فأكيد هذه الأمور لا نؤمن بها نحن، ولا يؤمن بها كذلك المحيط الكروي المغربي. نلعب الكرة، نفوز أو نخسر، ننتقد أنفسنا. الوداد كان جيد يستحق الفوز، لم يكن جيد يستحق الهزيمة. وبذلك يعني الخير دليل على ذلك، لم يكن هناك أي تصريح رسمي من مكونات الوداد حول هذا الموضوع. صحيح. أستاذ حمزة الشتاوي صحفي المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا التوضيح.